مسدودة الحروف. مرحبا يا أصدقاء. أنا دودة الحروف، وسنتعلم معا حروف الهجاء العربية. الحرف الحادي عشر، حرف الزاي. الزاي هو الحرف الحادي عشر من حروف اللغة العربية الهجائية، ويأتي بعد حرف الراء. نطق الحركة فقط. زاي مفتوحة، زرافة. زاي مضمومة، زهور. زاي مكسورة، زراعة. زاي ساكنة، أزهار. مواضع كتابة حرف الزاي. يأتي حرف الزاي في مواضع ثلاث للكلمة فيما يلي: حرف الزاي في أول الكلمة، مثال: زورق. ويأتي حرف الزاي في وسط الكلمة حسب الأشكال التالية، مثال: إوزة، غزال. وفي آخر الكلمة يأتي حرف الزاي حسب الأشكال التالية، مثال: لوز، كنز. أصدقائي، ها قد تعرفتم على حرف الزاي ومواضع كتابته وحركاته. فهو يشبه حرف الراء في كتابته، لكنه يختلف عنه بوجود نقطة فوقه. حلقتنا اليوم وصلت إلى نهايتها. ألقاكم في حلقة جديدة.